السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه اللي غادي نشارك معكم فيه خبر مفرح جدا، خصوصا الاصحاب المهن اللي غادي نذكرها خلال الفيديو. رجع الان بامكانهم الحصول على الاقامه الدائمه. اذا كنتي مهتم بمحتوى الفيديو خليك معايا حتى الاخير. وكيف ما موضح امامكم على الشاشه، غادي نشارك معكم جميع المعلومات من الموقع الرسمي الكندي، وغادي نخلي لكم الموقع في صندوق الوصف باش تقدروا تطلعوا على جميع المعلومات بالتفاصيل. فغادي نحاول على السريع انني نشارك معكم هذا البيان الصحفي اللي تم الاصدار ديالو نهار 16 نوفمبر 2022، بحيث انه تم الاعلان على 16 مهنه مؤهله الان للحصول على الاقامه الدائمه. وهذا التغيير هذا اللي طرا نظرا للقله ديال اليد العامله في هذه المجالات، لان اشخاص كثار ولو كتجيهم الفرصه انهم يحصلوا على عقود عمل او طريقه اخرى باش يجيو ليها لكندا، فاش كيقلبوا كيلقاو ان المهنه ديالهم غير مؤهله للحصول على الاقامه الدائمه، فما كيوافقوش على هذيك الفرصه اللي كتجيهم للهجره. وبالتالي طرا خصاص كبير على هذه المجالات، الا وهي مجال ديال الصحه، البناء، ومجال النقل. فلذلك الحكومه الكنديه قامت بهذا الاستثناء بانها اعطت الفرصه ل 16 مهنه جديده انها تكون مؤهله للحصول على الاقامه الدائمه، وان شاء الله خير لربما يكون هناك تغييرات قادمه جديده في مهن وحده اخرى. دونك انا ما غاديش نتطرق للتفاصيل، في جميع الاحوال كيف ما قلت لكم غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. غادي يمشي نيشان المهن اللي تذكرات للحصول على الاقامه الدائمه. فوالا هي هذه هاد لابارتي ديال الاقامه، المهن اللي تم الحصول عليها. فالان يمكن للمواطنين الاجانب الذين لديهم خبره في هاد المهن 16 بها اللي غادي نذكروا انهم يقدموا على برنامج اونتري اكسبريس. الوغ المهن هي كالاتي: ادمنستراتور ادمنستراتريس de la paix, assistant, assistante dentaire et auxiliaire dans les laboratoires dentaires, aide infirmier, aide infirmière, aide soignant, aide soignante et préposé, préposé aux bénéficiaires, assistant, assistante technique en pharmacie et assistant, assistante en pharmacie, aide soignant, aide enseignant, aide enseignante au niveau primaire et secondaire, agent, agente des services correctionnels, agent, agente d'application de règlements municipaux et autres agents, agentes de réglementation, esthéticien, esthéticienne, électroliste et personnel assimilé, personnel d'installation, entretien et la réparation d'équipements résidentiels et commerciaux, fumigateur, fumigatrice et préposé, préposé au contrôle de la vermine, autre réparateur, réparatrice et préposé, préposé à l'entretien, conducteur, conductrice de camion de transport, conducteur, conductrice d'autobus et opérateur, opératrice de métro et autres transports en commun, conducteur, conductrice d'équipements lourds, moniteur, moniteuse d'aéronef et contrôleur, contrôleuse de montage d'aéronef. Donc, هادو هما المهن 16 بهم اللي تم حاليا المصادقة عليهم باش انهم يحصلوا على الإقامة الدائمة عن طريق برنامج الدخول السريع. هنيئا أصحاب هذه المهن بالحصول ديالهم على الإقامة الدائمة مستقبلا إن شاء الله، في انتظار أخبار جميلة وجيدة إن شاء الله المهن واحدة أخرى. وما تنساوش بأن هذه المهن هذه كلها راه خصكم تبحثوا على لوكود سي إن بي ديالها، وتبحثوا على الفئات المدرجة، لأن هناك جديد في خصوص الكلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون. إلا بغيتو ندير لكم فيديو جديد بخصوص التحديثات اللي طرأت أونيفو ديال
السي ان بي لي كود سي ان بي 2021، خليو لها لي في التعاليق ان شاء الله نحاول نطرق لكم ليها بالتفصيل باش تشوفوا كيفاش رجع التحديثات الجديده. واذا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي جيم وبارطاجيو لا فيديو مع الاشخاص خصوصا اصحاب هذه المهن باش يفرحوا بالخبر الجميل والجديد. وبارطاجيو لا فيديو وخليو لي دي لايك ودي كومونتير، وسورتو كو فاش كيكونوا لي لايك كثر في لا فيديو اليوتيوب كيقترح لا فيديو اكبر عدد من الناس، هكذا باش كتوصل المعلومه جميع الاصدقاء ديالكم. والى عندكم اقتراحات فيما يخص فيديوهات جداد بغيتوني نديرهم لكم على القناه خليهم لي في التعاليق. دمتم وفيين للقناه، مع السلامه.